بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. السلام على خلف السلف وصاحب الشرف. السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود. السلام على معز الأولياء ومذل العداء. السلام على وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء. السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر. السلام على السيف الشاهر والقمر الزاهر والنور الباهر. السلام على شمس الظلام وبدر التمام. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام على صاحب السمسام وفلاق الهام. السلام على الدين المأثور والكتاب المسطور. السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده. المنتهي إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأسفياء. المؤتمن على السر والولي للأرض. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن أهله وينجز به وعد المؤمنين. أشهد يا مولاي أنك والأئمة من آبائك أئمتي ومواليا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي. يا
لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافة، إنه غفور رحيم.